التحية متجددة بحضراتكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في هذه التحديات الصباحية. شاهدت الشوط الأول الرئيسي عندما حضرت شل بشعار سهيل بن عبيد بن ميع السبوسي الذي حققت أول الأشواط، ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط الثاني وهو يعتبر الشوط الرئيسي للجعدان. المسافة هي المغرة، مسافة الكيلو والنصف. أسير إلى الصدارة وأتابع المقدمة والمركز الأول اللي يتقدم هنا هملول عمار بن سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي، ينطلق على مقدمة الشوط وعلى البداية الأولى، بينما الانتقال هي لشايم شايم شايم من أجل الفوز من أجل الانتصار. يقدم سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي شعار شلة، بينما المركز الثالث أشوف الانطلاق بكل قوة الواصل في هذه اللحظة مشغل سعود بن ناصر الشامسي اللي ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم مرفوق لعبيد بن علي بن عمير الاكتبي، بينما المركز الخامس خامس التحديات اللي يتقدم هناك الواصل شاهين علي بن جابر بن حمد بن مصلح. الأحبابي هذه هي النتيجة والندى، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة الأولى، إلى المنافسة الشيقة. الله يا شاهين، الله 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 الله، علي بن جابر من مصلحة. الأحبابي ينتزع ناموس هذا الشوط وينطلق بالشوط الرئيسي. سلام بن مصلح سلام، لحظة وصوله إلى خط النهاية شاهين. المركز الثاني اللي أتى في مشاهدينا الكرام اللي هو مشغل سعود بن ناصر الشامسي، وثالث التحديات أتى على المركز الثالث اللي هو هملول خليفة. المركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء اللي اتى فيه هملول خليفه بن راشد بن حميد المهيري، فتهانينا والناموس. هكذا هي النتيجه للثلاثه المراكز الاولى. العوده الى التوقيت الزمني 2:18 ثانيه، تهانينا والناموس الى مالك شاهين.